نعرف آخر المستجدات حول انهيار مبنى تجاري في الكرادة. زميلي بدر الركابي، إذا كنت تسمعني أطلعنا على آخر التفاصيل، آخر المستجدات والتطورات فيما يتعلق بانهيار هذا المبنى. نعم زميلي، أتواجد الآن أمام البناية التي انهارت اليوم عند الساعة 10 صباحا هنا في منطقة الكرادة، وأيضا بالتحديد في الشارع الرابط بين تقاطع عمارة الشروق وكذلك ساحة الواثق. هذه العمارة هي تم تعديلها وتجديدها قبل فترة بسيطة من الآن، كانت تتكون من طابقين، أضيف إليها أيضا طابقين، فبالتالي أصبحت 4 طوابق. هي العمارة مخصصة لمجمع طبي وعيادات طبية. تفاجأ أهالي منطقة الكرادة والعاصمة بغداد صباحا عند الساعة 10 بانهيار هذه البناية بشكل كامل. دعني أتحدث معك وأضعك بالصورة كما تشاهد حاليا، هذا هو الركام الآن، ما تبقى من العمارة السكنية المتواجدة هنا في منطقة الكرادة. كما تشاهد أيضا بهذه الصورة، هناك آليات ثقيلة من قبل يعني مديرية الدفاع المدني، بالإضافة أيضا إلى الشرطة الاتحادية متواجدة بفرق كبيرة. دعني أستثمر الوقت أكثر وأتحدث مع مدير عام مديرية الدفاع المدني سيادة اللواء كاظم بوهان. السلام عليكم سيادة اللواء، ضيفا عزيزا على شاشة التغيير. نحن الآن بالبث المباشر، تحدثنا إذا أمكن اليوم عن جهودكم وأيضا آخر المعلومات فيما يتعلق بهذه العمارة. الموضوع هو انهيار عمارة من 4 طوابق، انهيار كلي ومفاجئ، لم تعرف أسباب الانهيار حتى هذه اللحظة، هناك تحقيق فتح في الموضوع. البناية مخصصة بكامل طوابقها لعيادات طبية ومختبرات طبية، لم نعلم بشكل دقيق عدد الأشخاص الموجودين بالداخل. أنقذنا 13 شخص الحمد لله بصحة جيدة، إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة. المعلومات اللي جمعناها تشير إلى أن هناك ربما 3 إلى 4 أشخاص ما زالوا عالقين. تمكنت فرقنا من التوغل داخل الحطام من محورين، نحاول أن نفتح محور ثالث الآن من الأمام برفع هذه الأنقاض والجسور الكونكريتية، لعلنا ننجح في إيجاد منفذ ثالث. لا أستطيع أن أجزم بالعدد المتبقي، لكنه تقريبا 3 إلى 4 أشخاص. طيب، تحدثت عن 13 شخص تقريبا تم يعني الوصول إليهم وسحب من هذا المكان، حالتهم الصحية كيف كانت؟ أشرت إلى أنه هو ليس تقريبا وإنما حقيقا أنقذنا 13 شخص، إصاباتهم بين الخفيفة بين المتوسطة والبسيطة. طيب، جهودكم مستمرة أيضا مع الشرطة الاتحادية شهادت؟ أيضا الشرطة الاتحادية ساند لنا، وكذلك عمليات بغداد، السيد نائب قائد العمليات المشتركة، على تواصل السيد وزير الداخلية على وتواصل وأوعز بتأمين كل متطلبات ومستلزمات الإنقاذ. ما زالت جهودنا على الأرض، نحاول أن نختصر الوقت وإن كان هذا الأمر ليس بهين، لكن نحاول أن مثل ما أشرت أن نجد منفذ ثالث. قد نحاول أن ننفذ إلى عمق البناء من الأمام بعد أن ما وصلنا إلى عمقها من اليمين واليسار. لديكم صعوبات حاليا بعملية الوصول إلى الجبهة؟ أكيد، يعني كتل كونكريتية وجسور كونكريتية وحديد تسليح وأربع طوابق، الأمر ليس سهل أبدا. بالتالي قد يكون بناها هو مو شيء ضعيف، بناها رصين، كيف تتوقعون أسباب الانهيار؟ هذا الأمر لا يخضع للتوقع، التحقيق يجري ويعرفون أسباب الانهيار، لعله خطأ هندسي ربما، كل الاحتمالات موجودة، التحقيق سيكشف بالتفاصيل أسباب الانهيار الحقيقي. شكرا جزيلا سيادة اللواء. نعم زميلي، كما شاهدت واستمعت إلى هذه التفصيلات من اللواء كاظم بوهان مدير عام مديرة الدفاع المدني، تمكنوا من العثور على 13 شخص، وأيضا قبل قليل كان بجواري أحد الأشخاص يعني لديه الآن زوجته وابنته أيضا متواجدة لغاية الآن تحت الأنقاض والركام، فبالتالي هو الآن بحالة من الهستيرية. حاولت أيضا الحديث معه وينتظر مع بقية أيضا العوائل التي تتواجد هنا الآن، مما لديهم أيضا أشخاص عالقين لغاية الآن تحت الأنقاض. الجهود
مستمرة من أجل محاولة اليوم الوصول إلى المفقودين ومن يتواجد تحت الأنقاض وإخراجهم وهم يكونون على قيد الحياة. نعم، نتمنى السلامة للجميع بداية بدر. وهذا المبنى التجاري كما ذكر القيادي الذي كنت أتحدث معه قبل قليل، وعندما أرى بالصور أمامي هذا المبنى وسط مبنيين بشكل محدد ومفصل، أسباب اليوم لم تعرف لغاية هذه اللحظة عن أسباب انهيار هذا المبنى، ولكن تحدثت في بداية حديثك بدر بأن كان هناك بعض التحديثات ربما على هذا المبنى أو زيادة عدد الطوابق فيه، ربما يكون هذا هو السبب حسب ما سمعت منك أثناء في بداية حديثك. بدر، هل تسمعني؟ الصوت يعني غير واضح إذا أمكن. هل تسمعني الآن بدر؟ هل تسمعني الآن بوضوح؟ نعم أسمعك بوضوح. يعني هذا المبنى التجاري الذي ذكرت قبل قليل لم تعرف أسباب انهياره لغاية هذه اللحظة، ولكن في بداية حديثك ذكرت بأنه يمكن أن يكون قد أضيف له طابق أو طابقين في بداية حديثك، ما أدى إلى انهياره، أو يعني ما الذي جد على هذا المبنى التجاري الذي يقع ما بين مبنيين حسب ما واضح لدي هنا في الصور؟ يعني زميلي كما استمعت قبل قليل إلى حديث السيد اللواء، لغاية الآن المعلومات غير واضحة، خصوصا أن هناك لجنة ستشكل لمعرفة أسباب الانهيار، خصوصا وأيضا تحدث بجزية مهمة بأنهم لغاية الآن يواجهون صعوبة بسبب يعني الخرسانات وكذلك البناء الرصين المتواجد في أعماق هذه البناية. خليني أتحدث وياك أكثر وأنت تشاهد حاليا هذه الصورة. لغاية الآن يعني السبب مبهم بعملية انهيار وسبب انهيار هذه البناية، خصوصا وأنه كما تشاهد بهذا يعني الكم من الحواجز الكونكريتية التي بنيت، بالتالي يعني كما توقع السيد اللواء بأن تكون احتمالية مثلا خطأ هندسي في البناية أثر على البناية وبالتالي يعني أدى إلى انهيار البناية. لغاية الآن الأمر غير واضح بشكل رسمي، ننتظر نتائج التحقيقات. يعني من خلال حديثك مع المتواجدين يعني في المنطقة بدر، لغاية الآن زميلي. نعم، من خلال حديثك مع المتواجدين. نعم زميلي. من خلال حديثك مع المتواجدين في المنطقة الذين يجاورون هذا المبنى، هل هذا المبنى حديث الإنشاء أم قديم؟ يعني أنا ذكرت لك زميلي بداية حديثي بأن البناية هي مكونة من طابقين وتم إعادة استحداثها بإضافة أيضا عدد من الطوابق، بالتالي هي المعلومة أعيدها إليك مرة أخرى بأنها تم تطويرها بشكل كامل وهي أصبحت جاهزة بشكل متطور حديث يعني خلال الفترة القليلة الماضية، وفتحت أمام استقبال المرضى والوافدين إليه كونه هو مجمع طبي يتضمن مختبرات وكذلك عيادات لعدد من الأطباء، فبالتالي هي بناية جاهزة لاستقبال يعني المواطنين بعد إكمال الإجراءات الخاصة بها، ولكن يعني انهارت في هذا اليوم ولا يعرف لغاية الآن الأسباب الحقيقية والرسمية لانهيارها بشكل كامل. نعم، سوف يعني ننتظر بيان الجهات والجهاز المخصص لفرق الدفاع المدني لمعرفة أسباب هذا الحادث، ولكن في البداية نتمنى السلامة لجميع الأشخاص سواء الذين تم انتشالهم من تحت الركام والأنقاض أو سواء العالقين تحت الركام والأنقاض في هذه اللحظات. أشكرك جزيل الشكر زميلي بدر الركابي، كنت معي من بغداد.